الله وبركاته. والله العظيم كل ما قمت الصبح وصليت الضحى أتذكر أبوي رحمه الله تعالى كان يصلي الضحى قدامنا، يحط سجادته ويصلي صلاة الضحى في الديوانية في أي مكان. وأذكر في أول يوم تعينت فيه معلم كان معنا رئيس قسم دائما يحرجنا شباب صلاة الضحى صلاة الضحى، كان يحرجنا وفعلا يعني خلكم واقعين قبل واحد يمكن ما كان يهتم لكن يحرجنا قدام الناس قوموا صلوا الضحى قوموا صلوا الضحى يأمرنا، فكان هو سبب في تثبيت صلاة الضحى يمكن في القسم كله. فضل من الله تعرف من هذا الرجل، لأن بعض الناس الله يجعل مفتاح الخير مغلق للشر. في المقابل نقلت مدرسة ثانية وكان معلم زميل، لما رحت مدرسة ثانية أصلي الضحى يدخلوا علي بعض الناس أفا مطوع توك تصلي الفجر جماعة صلاة الضحى، والله العظيم صلاة الضحى يا رجال مطوع وشيخ توك تصلي الفجر، لأن هو ما يصلي الضحى ولا يعرفها، عشان كذي يشوفني أنا أصلي. والأب والأم إذا كانوا فعلا يعملون بالعمل ويكونوا قدوة قدام عيالهم، بالذات الأم لما تكون فعلا قدوة قدام بناتها، قدوة بالعفو أنها ما تغتاب، ما تكون يعني مفتاح للشر، تكون يعني للأسف للأسف مخببة تخبب أو تسب أو تلعن خدامات وتلعن بناتها، لا ماسك لسانها. أدري عيال يمكن يطلعون طور الواحد، يمكن الأب بالذات لما يكون قدوة يصلي الضحى في البيت، يا رجل يمكن بعض الفجر ما يصلي. والله العظيم والله العظيم بعض الأبناء يقول أبوي ما عمري شفت الفجر في المسجد ولا مرة قومنا أصلا، الأب ما يقوم عياله. فالأب لما يكون فعلا قدوة حسنة قدام عياله هنيئا لك، أعظم استثمار عيالك، أعظم استثمار. أنا أقولها لكم، أبوي الحين في قبره والله العظيم إني ما أنسى صلاته قدام الضحى، يعطيني قرآن أسمع له. يعني كان أبوي رحمه الله تعالى إمام مسجد الله يسكن الجنة ومات المسلمين، كان يحثني على الكلمات. واحد يقول توك صغير وتعرف تتحكى، فضل من الله تعالى ثم أبوي اللي عودني من أيام